الرئيس السيسي يتفقد عددا من الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة القاهرة الجديدة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ أقباط مصر في الخارج بمناسبة عيد ميلاد المجيد. بلينكن يصل إلى تركيا في مستهل جولته الرابعة في الشرق الأوسط، ومخاوف متزايدة من اتساع نطاق الصراع بالمنطقة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الطرق والمحاور الجديدة التي انتهى تنفيذها، وتلك التي يجرى العمل على إنهائها بمنطقة القاهرة الجديدة. كما استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مشروعات ربط القاهرة الجديدة بالدائري الأوسطي وتطوير طرق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تمت وتلك الجارية العمل بها بمنطقة القاهرة الجديدة، والتي تستهدف تطوير إنشاء شبكة طرق جديدة للاستفادة من مساحة 15,000 فدان ما بين جنوب طريق السخنة والقاهرة الجديدة. احنا بنتكلم في 15,000 فدان محمد. تمام يا فندم. بالك التطوير ده اللي بالتنمية اللي بنعملها دي، انت بتقدم 15,000 فدان تنمية عمرانية وتنمية ممكن تتعمل فيها مناطق صناعية وممكن تتعمل فيها كلام كتير قوي. انت فين ده؟ انت بينك وبين القاهرة الجديدة قد ايه؟ مفيش. النهارده الشبكة اللي انت بتعملها ديت 15,000 دول، 15,000 فدان دول، الشبكة الطرق دي وبالمرافق بعد كده هنبقى احنا قادرين ان احنا نقول ايه؟ نقدر نضيف سواء للقاهرة الجديدة او للمناطق المستثمرين اللي هي امتداد شرقا كده، مش كده؟ شرقا كده نضيف لهم 15,000 دول. كما استمع سيادته لمشروع ربط القاهرة الجديدة بالدائري الأوسطي وتطوير طريق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به، واطمأن من القائمين عليه على عمل الدراسات المرورية المستقبلية ودراسات أخطار السيول ومراعاة توفير وقت الرحلات واستهلاك الوقود. إنشاء شبكة طرق بإجمالي أطوال 40 كيلومتر وعرض 8 حارة مرورية في كل اتجاه، 5 رئيسي و3 فرعي، ودي يا فندم المنطقة دي كانت تضاريسها صعبة جدا، وبشبكة الطرق دي يا فندم هنحقق الاستغلال للاستثمارات الأمثل للمنطقة. إنشاء شبكة طرق داخلية بإجمالي أطوال 25 كيلومتر وعرض 4 حارة مرورية في كل اتجاه، ودي يا فندم لخدمة التجمعات التنموية والعمرانية المستقبلية يا فندم. تم يا فندم الانتهاء من محور جمال عبد الناصر وامتداده، وربط محور جمال عبد الناصر بمحور السادات لعمل محور مروري داخلي داخل القاهرة الجديدة. تم مراعاة فندم عمل ممشى للعجل وممشى للأفراد وأماكن انتظار للسيارات يا فندم. وتم فندم الانتهاء من أعمال تطوير محور العبور ومحور الجزيرة وامتداد محور محمد نجيب. محور العبور ليصبح 6 حارة مرورية في كل اتجاه بدلا من 3 حارة مرورية. محور الجزيرة ليصبح 6 حارة مرورية في كل اتجاه بدلا من 3 حارة مرورية. وتم الانتهاء من الطريق الواصل بين محور الجزيرة ومحور العبور بعرض 6 حارة مرورية يا فندم، إنشاء جديد. وتم الانتهاء من تطوير امتداد محور محمد نجيب ليصبح 10 حارة مرورية في كل اتجاه بدلا من 4 حارة مرورية يا فندم، 6 رئيسي و4 فرعي يا فندم. والمنطقة يا فندم جاهزة لاستقبال الاستثمارات المخططة والمقترحة يا فندم والامتداد العمراني. واستكمالا يا فندم لأعمال التطوير، تم يا فندم العرض والدراسة وعرض العرض على سيادتك مشروع ربط مدينة القاهرة الجديدة بالطريق الدائري الأوسطي وتطوير طريق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به. وبدأنا فندم بالفعل بننفذ دلوقتي يا فندم 4 مكونات رئيسية. أولهم يا فندم محور طلعت حرب بطول 8 كيلومتر وعرض 5 حارة مرورية في كل اتجاه، يعمل كمحور موازي يا فندم لمحور محمد نجيب، وبيربط القادمين من جميع محافظات مصر عن طريق الدائري الأوسطي للقاهرة الجديدة، وبيربط يا فندم القادمين من شارع التسعين الجنوبي مرورا بمحور جمال عبد الناصر اللي هو بقى فندم محور مروري داخلي من خلال محور السادات ومحور جمال عبد الناصر،
بيربط ويربط القادمين من طريق القطامية العين السخنة السياحي وينتهي بالدائري الأوسط يا فندم. ده فندم هيسهل الحركة المرورية ما بين سوق السيارات والمناطق الصناعية وربط القاهرة الجديدة بالمحافظات المربوطة من الدائري الأوسط يا فندم. هنخلص امتى طب؟ سيادتك لا انا بتكلم على ده. سيادتك الكلام ده كله الجسر الترابي بالاعمال بالكباري والانفاق والاعمال الصناعيه كجسر ترابي هيبقى اخر شهر 6 شغال خلصانين. لكن احنا هنعمل كده سيادتك عشان احنا ممكن نشتغل بس هيبقى في مشكله عشان موضوع المرافق. احنا بنسمع مع جميع جزه ولا سيادتك حاليا هم شغالين معانا وزاره الاسكان وزاره الكهرباء وزاره البترول وزاره الاتصالات عشان واحنا شغالين يبقى المرافق البنى الاساسيه سيادتك تكلت على سيادتك تبقى موجوده بحيث ان احنا بعد كده لما يبقى التنميه اللي هي المرافق موجوده يبقى ده موجود الكلام ده وموجود المرافق بتاعته كلها طبقا للعتيد اهو بسيادتك سواء هنا او اي حاجه تانية بنعملها بالشكل ده. ربنا يوفقك. كده احنا للسخنه ليها طريقين صح كده؟ السخنه سيادتك الطريق الجديد والطريق اللي هو القديم المطور. ايوه يا فندم. كما استمع سيادته لأعمال تطوير شبكة الطرق بالقاهرة الجديدة لتيسير الحركة المرورية بين محور 90 الجنوبي ومحور 90 الشمالي عن طريق محور جمال عبد الناصر ومحور السادات طريق دائري داخل القاهرة الجديدة. القاهرة الجديدة يا فندم كمان حاليا بقى فيها يعتبر طريق داري محور جمال عبد الناصر مع محور جمال عبد الناصر سيادتك لغاية ده وهيكمل مع محور السادات بقى عبارة عن محور جديد داخل القاهرة الجديدة هيساعد على نقل الحركه من 90 الجنوبي والشمالي اللي هم كانوا موجودين اصلا بس وكان فيهم تكدس جامد جدا وكانوا بيرموا على الطريق الدائري برضو الكلام ده كله حر على الطريق الدائري وسادة الكلام ده احنا ربطنا عليه المحاور الجديده فبقت المحاور الجديده مربوطه على محاور بحيث لا ما تاثرش يعني كمستقبليا المطال العمرانيه اللي هتبقى هنا او الاستثماريه بعدد السكان بتاعها مدروسه مروريا مظبوط جدا باساتذه الطرق في جامعه عين شمس وعندها في الهلال والناس الموجوده مدروسه جامد جدا ان هي ما يحصلش اي تكدس مروري ثاني في المناطق اللي احنا فكيناها قبل كده ست. بس انا عايز اقول لك انك انت لما تيجي تتكلم على هنا نمو عمراني خلال ال 15 سنه الجايين للمنطقه دي وحجم الحركه يعني مدروسه يا فندم مدروسه ما اتدرست بدراسه مروريه مظبوطه جدا المحاور دي هتخدم بحر محمد نجيب الامتداد سيادتك امتداد طلعت حرب سيادتك ندرس امتداد الكلام ده تربط طريق السخنه في الاماكن دي فهيبقى في محاور بديله كثيره جدا ده بالعكس ده هي تخف التكدس يعني مع زياده الموجوده هنا هتخف الحركه الموجوده كمان التكدس الموجود في القاهره الجديده. شكرا يا محمد شهر 6 ان شاء الله كده ان شاء الله شكرا كل سنه وانت طيبين سلام عليكم. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد وفي برقية تهنئة بعثها سيادته بهذه المناسبة ونقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أعرب السيد الرئيس لأقباط مصر بالخارج عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح وداعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا وأن يعيده عليهم بالخير والسعادة وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقي والازدهار. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة لقداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وخلال التهنئة أكد الفريق أول محمد زكي أن رجال القوات المسلحة مسلمين وأقباطا يبذلون كافة الجهود للوفاء بالمهام والمسؤوليات التي يحملون أمانتها للحفاظ على عزة وشموخ الدولة المصرية مشددا على أن وحدة نسيجنا الوطني هي الدعامة الحقيقية لبناء أمتنا العظيمة وتاريخها الحضري جيلا بعد جيل. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة لقداسة البابا توادرس الثاني بهذه المناسبة. هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكي توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كما أصدر الفريق أسامة عسكر توجيها ممثلا لتهنئتهم. Thank you.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 22,600 شهيد منذ 7 أكتوبر الماضي. وأضافت الصحة الفلسطينية أن عدد الإصابات بلغ نحو 57,910 إصابات منذ 7 أكتوبر الماضي. هذا وقد استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء الغارات المتواصلة التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. أعرب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر عن إدانته للهجمات الإسرائيلية على مستشفى الأمل ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس بقطاع غزة. وحذر الاتحاد الدولي من أن نظام الرعاية الصحية في الجزء الجنوبي من القطاع أصبح على حافة الانهيار بعد تدمير خدمات الرعاية الصحية في شمال قطاع غزة بشكل كبير. من جهتها نشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي التدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى الأمل وحماية من فيهما من طواقم طبية وجرحى ومرضى وحوالي 14,000 نازح يحتمون بها. وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو بالكارثة الوطنية، مضيفا أن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة انحدار جديد غير مسبوق خلال الحرب. من جانبه قال الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بني جانتس إن الهجوم على رئيس الأركان في مجلس الوزراء دوافعه سياسية، وعلى نتنياهو اختيار الوحدة والأمن أو السياسة. كانت مشادة كلامية وصراخ بين وزراء إسرائيليين ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي قد وقعت بعد أن قرر الأخير تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث ما أسموه بإخفاقات 7 أكتوبر. وهاجم الوزراء الإسرائيليون هاليفي بسبب تشكيله هذه اللجنة، مما أدى إلى توتر شديد في اجتماع الكابينت. أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن قسم إعادة تأهيل الجنود بوزارة الدفاع تعامل مع 3,400 جندي صنفوا كمعاقين في الجيش منذ 7 أكتوبر، ووفق ما أفادت يديعوت أحرنوت. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزارة الأمن الإسرائيلية تتوقع إصابة أكثر من 12,000 جندي بإعاقات دائمة جراء الحرب على غزة. أثار وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو الجدل بتصريحات يدعو فيها إلى إسقاط قنبلة ذرية على غزة كأحد الاحتمالات في الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، مشيرا إلى ضرورة تشجيع سكان القطاع على الهجرة لبلدان أخرى ضمن إجراءات الانتقام منهم. فيما اطار رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى استبعاد الوزير الإسرائيلي من اجتماعات الحكومة لأجل غير مسمى لما تسببت فيه تصريحاته من جدل واسع. من جانبه وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد تصريح الوزير الإسرائيلي بالصادم وغير المسؤول، مشيرا إلى أنه أضر بالمكانة الدولية لإسرائيل. وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تركيا في مستهل جولته الرابعة في الشرق الأوسط، وذلك منذ اندلاع تصعيد في الأراضي الفلسطينية قبل 3 أشهر. تأتي هذه الزيارة في إطار جهود واشنطن الدبلوماسية المكثفة وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق الصراع في المنطقة. هذا ومن المقرر أن تشمل زيارة بلينكن التي تمتد أسبوعا إسرائيل والضفة الغربية المحتلة وعدد من الدول من بينها مصر. تفقد وفد أمريكي يضم عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي الأمريكي كريستوفر فان هالين وجيفري ميركلي المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر بالعريش. ثم توجه الوفد لمعبر رفح البري لتفقد شاحنات المساعدة الإنسانية والغذائية والإيوائية الخاصة بالقطاع. وأكد الوفد أنه سيعد تقريرا يتضمن تفاصيل هذه المساعدات التي رأوها لتذليل الصعوبات التي تحول دون وصول هذه المساعدات لقطاع غزة.
أنا وزملائي موجودون لكي نتفقد الوضع هنا بعد لقائنا المثمر أمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. سنعود بتقرير كافي عن كل هذه المساعدات التي رأيناها، خاصة أننا قد علمنا بالصعوبات التي تعوق وصول هذه المساعدات لغزة، وسيهدف تقريرنا تذليل هذه الصعوبات ووصول المساعدات لقطاع غزة. أكثر الأشياء التي ستوضع في عين الاعتبار هو العدد الكبير للجرحى والمصابين في غزة، وأنهم يحتاجون لرعاية طبية وغذائية كاملة، وقلة المساعدات الطبية والغذاء يمثل أولوية أولى لنا، لأن هناك عددا كبيرا من المصابين لا تصل لهم المساعدات الكافية من الطعام أو المساعدات الطبية، وبناء على هذا سنحاول إيصال المساعدات الإنسانية. قدمت لبنان شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد الاحتلال الإسرائيلي بشأن الهجوم على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. يأتي ذلك فيما أعلنت منظمة الأمم المتحدة أنه يوجد أكثر من 76 ألف نازح في لبنان جراء التصعيد مع إسرائيل على المنطقة الحدودية. قال الأمين العام لجماعة حزب اللا لبنانية حسن نصر الله إن الحزب نفذ نحو 670 عملية عسكرية على الحدود اللبنانية مع إسرائيل منذ 8 أكتوبر، حيث تم تدمير عدد كبير من المركبات والدبابات الإسرائيلية. أضاف نصر الله في خطاب له أن العمليات الحالية على الحدود الجنوبية تتيح فرصة تاريخية للبنان لتحرير أراضيه التي تحتلها إسرائيل، واتهم نصر الله إسرائيل بالتستر على الخسائر لتجنب حرب إقليمية. كذلك حذر من أنه في حال نجاح العدوان الإسرائيلي على غزة فإن جنوب لبنان سيكون الخطوة التالية لعدوان إسرائيل. أسهم إطلاق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي في تعزيز فرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر، حيث تبذل الدولة جهودا كبيرة لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة مع تبني نهج قائم على مبادئ ونظم الاقتصاد الأخضر. للمزيد مع زميلة حكمة عبد الحميد. تحية طيبة. دائما ما تحرص وزارة البيئة وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 على أن يكون البعد البيئي محورا أساسيا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيما يضمن حقوق الأجيال القادمة. وبعد أن أظهرت التقارير الدولية أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ تصل إلى 28 مليار دولار حتى عام 2030، فقد تم إطلاق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي في سبتمبر الماضي لاستعراض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ. وزارة البيئة وإيمانا منها باستغلال كافة الموارد المتاحة قامت بتوقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات للطاقة الكهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة باعتبارها اللبنة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 120 مليون دولار وبطاقة استيعابية 1200 طن في اليوم، كما تصل تكاليف التشغيل إلى نحو 5.5 مليون دولار سنويا، ذلك لإنتاج 30 ميجاوات في الساعة. وفيما يتعلق باستخدام المخلفات الزراعية في إنتاج الأعلاف الحيوانية، قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإعداد رؤية لمنظومة متكاملة لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف الحيوانية. تضمنت المنظومة المقترحة تنفيذ نموذج تجريبي لمدة عام في 4 محافظات بنطاق الصعيد والدلتا،
ولتوفير تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقي للمستويات العالمية وتوفر خدمات للزوار بالمحميات. قامت وزارة البيئة بأعمال تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات مع الاستفادة مما تم من تطوير في 13 محمية بربوع مصر كمقصد سياحي، وكذلك العمل على تهيئة المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالمحميات، ما يحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وبهدف تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لكافة القطاعات. قامت وزارة البيئة بمراجعة المنظومة الخاصة بإصدار الموافقات البيئية بالكامل، حيث أصدرت وزيرة البيئة قرارا بتشكيل لجنة لاستكمال البيانات الخاصة بدراسات تقييم التأثير البيئي لحصر كافة دراسات التقييم البيئي المطلوب لها، استكمال بيانات وسرعة إبداء الرأي فيها. وبالنسبة لإجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، فقد تم تكليف باحثين من الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي بجهاز شؤون البيئة للتواجد بشكل دوري بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعة الدراسات البيئية واستكمال بياناتها لتقديمها مستوفاة إلى جهاز شؤون البيئة، على أن يتم إصدار الموافقات البيئية لها خلال 7 أيام عمل على الأكثر بدلا من 30 يوما. وزارة البيئة تبنت نهجا قائما على مبادئ التنمية المستدامة ونظم الاقتصاد الأخضر والدوار، ذلك لدعم ملف الاستثمار البيئي والمناخي الذي يعد قاطرة واعدة للتنمية في مصر. تزينت كنيسة قصر الدبارة الإنجلية لاستقبال المحتفلين بعيد ميلاد المجيد، وذلك في احتفالية ترأسها القس أندريا ذكي رئيس الطائفة الإنجليزية وحضور قيادات الكنيسة إلى جانب المهنئين من قيادات الدولة والشخصيات العامة. السيد المسيح في الكتاب المقدس بيقال عنه أنه ملك السلام، وأعتقد أن احنا في الأيام دي في أشد الحاجة إلى السلام، سلام في على كل الأصعدة وفي كل المناطق، سلام للدول المجاورة، ونتذكر أهالينا في فلسطين والعدوان الغائر والجائر اللي بيتم عليهم. بندعو الله ونصلي لأجل سلام يعم المنطقة. تعودين دائما، ودي مش أول سنة نشارك أخوة الكنيسة الإنجيلية في هذا اليوم العظيم. احنا بنعتبره يوم في نور لكل الشعب المصري وبلدنا مصر. صراحة ما نكون فيه في هذا اليوم هو يدعو دائما لرسالة عظيمة، وهي رسالة الحب والمودة بين أخواتنا. وصراحة الكنيسة الإنجيلية بتبقى حريصة على هذه الأجواء، أجواء المحبة والخير والسلام. أهنئ الجميع، جميع المصريين والعالم كله بالعام الجديد 2024 وعيد الميلاد اللي احنا بدأنا من 25 ديسمبر وتنتهي في 7 يناير، ان تكون حياتنا كلها أعياد، وان يحل السلام اللي تغنت به الملائكة المجد له في الأعالي وعلى الأرض السلام والناس المسرة، يحل هذا السلام بين جميع الشعوب. وبنطلب ان كفاية بالفعل قتل أبرياء، كفاية الحروب اللي بتدمر ناس كتيرة جدا وبتشرد ناس كتيرة. شهد مركز شباب شعيب تنظيم قافلة طبية مجانية تستهدف أهالي مركز ومدينة أبو صوير، وشارك فيها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي متمثلا في مؤسسة راعي مصر. وقامت القافلة الطبية بالكشف على 1850 مواطنا خلال يومين ضمن خطة القوافل العلاجية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتضمنت القافلة الطبية 9 تخصصات طبية، كما شملت عقد ندوات توعوية للمواطنين بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة. احنا النهاردة بننفذ قافلة طبية بالتعاون مع مديرية الصحة. احنا مؤسسة عضو تحالف وطني، معانا تخصص العيون وتخصص أنف وأذن وتخصص جلدية وتخصص عظام، بننزل بالتخصصات دي بالمشاركة مع مديرية الصحة.
وصلت القافلة العلاجية أعملها بقرية بنبان بحري التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تضم القافلة 8 تخصصات طبية إضافة لمعملي الدم والطفيليات والأشعة والصيدلة التي يتوافر بها أكثر من 130 صنفا من الأدوية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1925 من المترددين وتم صرف العلاج بالمجان وتحويل حالات للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بأسوان. احنا بننفذ القافلة الطبية في النهاردة ومبارح في قرية بنبان بحري التابعة لمركز دراو، وشاهدنا اقبال كثيف امبارح على القافلة، اكثر من 650 كشف. فكرة القوافل المجانية زي ما قلنا لحضراتكم هي الوصول بالخدمة الطبية لاهلنا وناسنا في المناطق المحرومة والاكثر احتياجا في ظل مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة. القوافل المجانية هي عبارة عن مستشفى ميداني متنقل بيتوجه للقرية المستهدف تنفيذ القافلة الطبية فيها. احنا النهاردة بنضم 8 تخصصات طبية مختلفة، معانا خدمة الأشعة العادية، معانا خدمة الأشعة التلفزيونية، معنا معمل الطفيليات، معمل الدم، معنا صيدلية في أكثر من 130 صنف. زي ما قلت لحضراتكم الكشف والعلاج في القافلة بالمجان. بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهوده معنا بالقافلة الطبية، بننتظرها طبعا من وقت للتاني. ونشكر السادة الأطباء اللي واقفين معنا طبعا، اللي هم جايين دكاتري طبعا الباطنة والمسالك والجلدية والأطفال والباطنة، بنشكرهم على جهودهم معنا ما خبالك، ونتمنى أن المشوار ده يتكرر تاني من كل حين والتاني بإذن الله. تواجد هنا أمام مستشفى بنبان بحري الوحدة الصحية، وفي تواجد العيادات المتنقلة تحت حياة كريمة برعاية الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي، الذي هو يحس بجميع مرضى القرى في المناطق النائية. وكل هذه الأمور من جميع التخصصات الطبية بمختلف أنواعها مع صرف العلاج، وكل هذا بالمجان. سعت الدولة على مدار السنوات الماضية لتطوير وتنمية الصعيد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذا وحققت المبادرة إنجازا كبيرا في تطوير قرى الريف المصرية، وكانت قرية أولاد سلامة بمركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج إحدى النماذج التي استفادت من هذه المبادرة، حيث أقيمت العديد من المشروعات التنموية في كافة القطاعات والتي ساهمت في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين. حاليا يوجد في كل قرية وفي كل نجع وحدة طب أسرة شامل، يوجد مجمع خدمي في كل قرية أم يستفيد منه المواطن، سواء تضامن اجتماعي، سواء شهر عقاري، سواء سجل مدني، سواء بريد وإسعاف ومطافي، وجميع الوحدات متواجدة في كل قرية بحيث تخدم المواطن بعدم انتقاله إلى المركز، وصعوبة المواصلات، صعوبة الانتقال، صعوبة الخدمة التي كانت تؤدى ليه. حاليا الخدمة سهلة جدا وميسرة. مواطن دلوق بيلاحظ أن كل خدمات موجودة، من أسعاف، من صحة، من كل الخدمات، بدل ما كان يروح المركز دلوق متواجدة في القرى. يعني الوحدة الطب الأسرة ومجمع الخدمات والبريد عندنا والسوق الحضري وجميع الخدمات المتوفرة والحمد لله. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية كفر الغاب بمحافظة دمياط، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وخلال القافلة تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين، بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وإجراء تحاليل معملية وأشعة عادية وسونار، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 150 نوعا من الأدوية. احنا هنا في استقبال القافلة الطبية الشاملة
بمركز شباب كفر غاب اللي خدمت أهالي المنطقة، ودي مش أول قافلة تيجي الشهرين اللي فاتوا دول. وإحنا بنشكر فخامة الرئيس وبنشكر وزارة الصحة بالتعاون مع الشباب والرياضة. أنا جيت في القافلة وقطعت تذكرة وكشفت رمد وأسنان وخدت العلاج. جينا قابلنا ناس بكل احترام وبكل أدب وكشفنا، وأنا عن نفسي أنا كشفت رمد وقابلنا دكتور محترم جدا، قال شاف أنا عايز إيه ومحتاج إيه بالظبط، كتب لي علاج. قافلة جميلة جدا، أنا أول مرة أشوف، والدكاترة مقابلنا مقابلة جميلة جدا وبدولنا علاج بالمجان، وشافوا الورق بتاعنا وفحصونا وتحاليل طبية، وقافلة ما شاء الله ودكاترة طيبين وبيوصلونا بنفسهم والله للأماكن اللي احنا عايزينها. احنا تشرفنا النهاردة بالقافلة الطبية اللي جات لنا النهاردة بمركز شباب كفر الغاب، والحقيقة استقبلناها امبارح وجابوا جميع العربيات امبارح، كان 15 عربية، وحاجة جميلة قوي ومشرفة والله للبلد، استقبلناها استقبال كويس. كما نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان قافلة طبية علاجية في قرية الأمل بمركز بلقاس الدقهلية، وتم توقيع الكشف على 2061 مريضا، وضمت 10 عيادات منهم 7 متنقلة والباقي داخل الوحدة، فضلا عن معمل الطفيليات والأشعة. كما تم إجراء عدد 375 تحليلا مختلفا للمرضى و44 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلا عن فحوصات ل145 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 84 حالة للمستشفيات لإجراء 139 جراحة مختلفة لهم، وإصدار 17 قرارا للعلاج على نفقة الدولة. وعن أخبار الطقس والحالة الجوية، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، على أن يكون شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد وبارد على باقي الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من محافظات ومدن الجمهورية. Thank you.
نهاية النشرة، ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد عددا من الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة القاهرة الجديدة. الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر في الخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد. بلينكين يصل إلى تركيا في مستهل جولته الرابعة في الشرق الأوسط، ومخاوف متزايدة من اتساع نطاق الصراع بالمنطقة. مشاهدينا، وصلنا ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، لكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع زميلة هدير أبو زيد. مساء الخير هدير. مساء الخير فطيمة، مساء الخير يا هبة، وكل سنة وانتم طيبين. يعني أيام كلها أعياد وأفراح بإذن الله. طبعا، وبننقل كل تهانينا للإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، ويا رب دايما مصر في خير وفي ازدهار وفي أعياد دايما. يا رب دايما أفراحنا وأعيادنا واحدة يا رب. طبعا كل سنة وكل الأقباط ومسيحيين مصر بألف سلامة وألف خير، ودايما كلنا مع بعض إيد واحدة. كل سنة هم بألف خير. كل سنة وإحنا كلنا طيبين. أنا بشكركم وبشكر كل صناع نشرة التاسعة، واستأذنكم نبدأ حلقة. اتفضل.